زوج السيده اللي ماتت. هي سيدي هو انا خويا جات ولدات هذه بالفتحات شويه قال لك رجائم وراجيم دخلوها ومشيت جبت ليها الدم طلبوا ليها الدم صافي جينا ما عطاونا والو. دابا جينا في الصباح قال لك السيده ما توفى صافي. من امتى جيتوا انتم للسبيطار؟ جيت البارح بالنهار الصباح. علاش توقيت بالضبط؟ شي 10 ونص فتحات هكاك فتحات وفتحات وولدات ولدات عادي دويت معاه في التليفون قالت لي راه ولدت وليد بخير وعلى خير. وصلت هنا قالوا لي السيده جايه مراجي دخلوها ما تقواش. دابا حاليا ما قالوش لينا دابا شنو باش ماتت هاد السيده. دابا هي ملي فتحات خرجت بالحريق خاصو ليها شي حاجه. هذا هو المشكل. باش كطالبوا دابا ما طالبوا كنطالبوا باش نطالبوا العقل ديالنا العقل ديالنا السيده راه جات بخير وعلى خير ما عندها شي مشكل. جات ولات دوات معايا جينا اليوم في الصباح قال لك السيده الله يرحمها البارح ماتت البارح عتيقول بالا شوفوا ولا البارح ما جات في الليل ولا الله لا حتى البارح ما بغاوش يقولوا لينا ما قدروش كيدخلوا ويخرجوا كيهضروا بعضياتهم وكيخرجوا ويدخلوا ما عرفناش. قلت لهم انا السيده راه ميته قال لك لا ما ميتاش تيديروا بعينيهم مع بحال هكايا صافي سدوا عليها في الانعاش. الصباح ملي جا وقال لهم حق القلب سكت ليها القلب شويه ها هو خدم شويه سكت في الاخر جا وقالوا لهم الله يصبركم راه ماتت. هي ملي خرجت السيده من بيت العمليه قالت لك فيا الحريق تقاصت ليها شي حاجه صحه سلامه مدوزه عندها كلشي وبغينا نشدوا حقنا من هذا السيد اللي دار لها هذه الحاله وعاش سيدنا صافي هادشي اللي كنطلبوا.